عاد النقطه ديال اللاعب تبليس ولا ما تبليساش، هذه انا اكيد انا وليت ولا اللاعبين محترفين هذه الكلمه محيده محذوفه في كره القدم. حيت لابليسير راه معروف، راه قدر بنادم يتريني في لونطري ما يتوعد في ماتش اعداديه ماتش اوفيسيال. انا عارف بان العقليه اللي كاينه عند اللاعبين ما يفرقش ما بين مقابله اعداديه ولا مقابله رسميه، هذا هو الاحتراف وهذا هو العمل الكروي. لا جيتي تفكر تقول لا راه لقينا مقابله اعداديه خصني لا عندك عندك نتوعد، راه توعد. هذه هو اي لاعب في العالم غتسول على النقطه ولا اي مدرب من اللي فوق كتلبس وكتدخل كتواجه واحد الخصم انك داخل واحد المقابله بالنسبه لك رسميه خاصك تخدم فيها كيما كدير في الرسمي، خاصك تتعامل معها مع الادفيرسير كيما كتتعامل معها في الرسمي، كلها خاصك تتعامل في الاجواء الرسميه دائما في الاذهان ديالك. اليميني وحيد هذاك الامور انا عندك لا نلعبها بشويه لا هذه المقابله خصني نلعبها بشويه، هذا خطا كبير اذا كان يقدر يدير اللاعب. واكيد ان هذا الشيء لاعب اللي كيوصل لهذا النيفو هذا اكيد هذه النقاط هذه كيكون محيده من دماغه، لان كاين فرق ما بين ما عندهمش فرق ما بين المقابله، هذه مقابله بالنسبه لي اعداديه شكل رسمي، يعني هذه المقابلات كيكونوا كيوجدوا لك بروفا بروفا للرسميات. بالنسبه لي المقابل ديال الغد راه ايماج، وخصوصا دابا خالد تعرف بان المقابلات الاعداديه على المستوى يعني فيهم نقاط حتى هما بحال الاعدادي بحال رسمي بالنسبه للفيفا في النقاط، كيف حتى هي كتلعب على اساس انها مقابله ديال جمع النقاط، خاص دائما تحافظ على المكانه ديالك والمركز ديالك وتحافظ على النيفو ديالك، واكيد خاص تفوز بها. الا بغيت تكون فوز خاصك تستعد بما فيه